السلام عليكم. الجزء الثاني من تجربة Boyle's Law حتكون a discussion and exam or homework. Theoretical part, الجزء الثاني من تجربة Boyle's. Boyle's Law is a gas law. قانون Boyle هو قانون وضع للغازات, stating that the pressure of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to its volume at constant temperature. معناها انه الضغط يتناسب عكسيا ويا الحجم مع ثبات درجة الحرارة, او انه بتعبير اخر اذا الحجم ازداد معناته الضغط حيقل او العكس صحيح. فمثلا اذا الضغط زيدنا الحجم حيقل, واذا الحجم زاد الضغط حيقل. When the temperature is held constant, لازم تكون درجة الحرارة ثابتة. Therefore, when the volume is halved, the pressure is doubled, and if the volume is doubled, then the pressure is halved. إذا الحجم وصل إلى النص معناته الضغط حيتضاعف والعكس صحيح. Mathematically, Boyle's law can be stated. رياضيا يمكن أن نعبر عن قانون Boyle's بهذه المعادلات. مثل ما قلنا الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم, نحول التناسب إلى مساواة فيصير القانون B V يساوي K, حيث K مجرد ثابت or constant. أو أنه يمكن أن نعبر عن قانون Boyle's بهذه المعادلة الثانية واللي هي P1 مضروبة في V1 يساوينا P2 مضروبة في V2, حيث P1 الـ first pressure, V2 الـ second pressure, V1 first volume and V2 second volume. فمثلا السؤال يكون أنه عندك الضغط الأول والحجم الأول والضغط الثاني, ونريد الحجم الثاني, مجرد تطبيق مباشر وأنه تكون الوحدات لازم مضبوطة, يعني الضغط الأول والثاني لازم يكونوا بنفس الوحدات والحجم الأول والثاني لازم يكونون بنفس الوحدات, واحد حيكون مجهول فنطلعه من خلال هذه المعادلة. Application of Boyle's Law. The most direct application of Boyle's Law in medicine is in the anesthesia delivery system to determine the amount of oxygen available from a cylinder. أهم تطبيق لقانون Boyle's هو في جهاز التخدير لتحديد كمية الأكسجين الموجود. آخر شيء عندنا question or homework. Question 1. When the pressure of on gas increases, will the volume increase or decrease? إذا عندنا غاز معين الضغط مالته زاد, ماذا سيحدث للحجم؟ يزداد لو يقل فقط؟ الجواب كلمة واحدة, increase or decrease. ما تكتبون صيغة السؤال, يكتبوا فقط question 1 كلمة واحدة يما increase or decrease. Question 2. A gas occupies 12.3 liters at a pressure of 40 millimeter mercury. What is the volume when the pressure is increased to 60 millimeter mercury? عندنا غاز معين الحجم مالته 12.3 والضغط مالته 40 مليمتر زئبق. شو يصير بالحجم الثاني لما الضغط يزداد إلى 60؟ مجرد تطبيق مباشر للمعادلة الثانية فقط كتبوا question 2 بدون ما تكتبون صيغة السؤال, وكتبوا الحل مالته على الورقة البيانية. وشكرا جزيلا.